تمام. لا، أول الفكرة كلها الباند كانت فكرته قديمة جدا، من 2007 تقريبا، من بدايتي في نفس الوقت اللي أنا بدأت فيه. الاسم فعلا قديم. من 2007 تقريبا. ابتدينا اشتغلنا شوية على الباند، اشتغلنا فترة حلوة كده، سنتين تقريبا، من 2007 لغاية 2009. ناس مشيت وناس جت، بس فضل في قوام موجود للباند، وفي أغاني بتتعمل كل فترة، بقت خلاص ثابتة معانا. 2010 في ناس مشيوا لأسباب بقى كتيرة، لخبطة، كل واحد كان عنده حاجة في حياته شغلاه، فكل واحد اتجه لحتة. جت 2011 بعد الثورة، كانت أكتر فترة احنا كنا يعني اتشهرنا فيها، اللي هي 2011 دي، اللي هي تقريبا كل اللي هي يعني الأندر الباندز جراوند والحاجات، عليه سبوت شوية فترة. كل الموسيقى المستقلة والفرق المستقلة خدت فعلا بوش حلوة قوي في الفترة بتاعت الثورة وما بعدها. بالظبط، اشتغلنا الفترة دي كانت تمام جدا. ابتدى بقى الباند لما وصل لشعبية حلوة، ابتدت كل واحد في الباند حاسس نفسه عمرو دياب ومنير وكده. احب فطبعا صراحتك، احب صراحتك، جدا قال لك يعني كل واحد حس نفسه عمرو دياب فجأة. بالظبط، فجأة كده حسينا ان مش كده بقى، عمرو دياب ومنير مش عارفين يتعاملوا الله، سوا. مش هينفع يا جماعة نكمل مع بعض في بيت واحد. بالظبط، فكل واحد راح لنصيبه. بس فضلت انا متمسك جدا بحتة الباند واسم الباند، ان انا تعبت كتير قوي في الاسم ده.